اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بيت حور، اللي هو بيت كل الناس وبيت كل المصريين. النهارده حلقه خاصه جدا، كل سنه وحضراتكم طيبين. في اولى حلقات برنامجنا بيت حور في 2020، بنعيد على حضراتكم يا رب تكون سنه سعيده على كل المصريين وعلى بلدنا الحبيبه مصر، وتكون سنه سعيده علينا كلنا يا رب، ما يكونش فيها احزان ولا اي حاجه وحشه تضر اي حد. النهارده معايا الشيف محمود غنيم، نجم نجوم شيف ستار، اللي كان مشترك في مسابقه شيف ستار النهارده. اهلا بيك يا محمود. اهلا بيك يا ست الكل، برحب بيك النهارده وترحب بالجمهور. النهارده تقول لنا انت هتعمل لنا ايه؟ اولا بشكر الاستاذ عور جدا، وبشكر فريق الاعداد جدا، وبقول لكم سنه سعيده عليكم كلكم مشاهدينا الكرام. وانا بتشرف طبعا بقناه صحه وجمال وبيت حور طبعا، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا، وبتمنى ان البرنامج يكون عجبكم كلكم. بنتمنى لك كل التوفيق يا محمود. والنهارده انا عايزاك تعرف المشاهدين انت هتعمل لنا ايه النهارده قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا. يلا قول لنا انت هتقدم لنا ايه النهارده. احنا معانا ثلاث اكلات. أوكي. اول اكله كوردن بلو، ثاني اكله حمام كذاب اللي هو الحمام محشي، ثالث اكله اللي هي بطاطس بومفري. اوكي، محمود النهارده هيحضر لنا ثلاث اكلات جامدين خالص. وعلى فكره انا كنت عايزه اعرف طريقه الحمام الكذاب، كويس انا اعرفها من محمود النهارده. طيب هنبدا بقى على طول يا محمود، اتفضل. محمود هيشتغل واحنا هنبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده. النهارده انا محضره لكم انا وفريق الاعداد اللي بشكرهم جدا، محمود وامنيه ونور. النهارده محضرين معانا في الفقره الاولى، معانا بنتين جامدين جدا جدا بيلعبوا جمباز. زي ما حضراتكم عارفين ان الرياضة اللي كانت منتشرة زمان كانت عبارة عن الجري، ركوب الخيل، السباحة، وبعد كده بدأت تتطور رياضة على شكل كرة القدم، وبدأت تدخل ألعاب تانية كتير، من ضمنها كانت رياضة الجمباز اللي كان بيستخدمها اليونانيين زمان في الحروب، إن هم كانوا بيدخلوها للجنود بتاعهم بيدربوهم عليها علشان يبقى جسمهم خفيف وهم بيحاربوا. طبعا تطورت الأداء بتاعها وتطورت لعبة الجمباز لحد ما بقت زي ما بنشوفها النهاردة منتشرة في كل العالم. وطبعا من ضمنها مصر، واحنا الحمد لله سباقين جدا بكل الالعاب الرياضيه اللي موجوده في البلد، ولينا طبعا باع كبير جدا في مجال الرياضه، ولادنا مشرفينا في كل مكان. النهارده هيكون معايا بنتين، البنتين دول الحقيقه هم لسه صغيرين جدا، شهد وبسمه. يا ريت يا جماعه لو معانا صور نعرضها للبنات. البنتين بيلعبوا رياضة الجمباز وبجد أبهروني. أنا كنت اتقابلت معاهم في ليلة رأس السنة، كانوا عاملين افتتاح طبعا في ليلة رأس السنة الاحتفالية اللي كانت في أكتوبر. الحقيقة أبهروني جدا، الاتنين صغيرين جدا ولكن بيلعبوا بشكل محترف جدا جدا. البنات لما اتكلمت معاهم، بنت صغيرة شهد بتتكلم عن إنها عايزة تكون بطلة عالم، يعني كل هدفها إنها حابة انها تكون بطلة عالم وتشرف بلدها وتشرف اهلها. نعرض طب الصور التانية يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين كده معانا شهد ومعانا بسمة. معانا شهد الحفني ومعانا بسمة، زي ما حضراتكم شايفين السن صغير جدا، اعتقد 6 سنين و7 سنين. زي ما حضراتكم شايفين كمية الميداليات اللي حاصلين عليها، انا فعلا استغربت، يعني بيوروني كميه ميداليات لابسينها، حاجه ما شاء الله. غير كده كميه كمان الشهادات التقدير والحاجات اللي حاصلين عليها، فعلا فعلا حاجه تشرف. فعلا مصر ولاده، وهتفضل مصر تطلع كوادر قويه جدا للبلد. بنتين، ولكن انا بشكر والدتهم لانها جايباهم من المنوفيه، كانت وجايه اكتوبر مخصوص علشان تقول انا تعبت مع اولادي ودول اولادي، شوفوهم يعني انا عملت معاهم ايه. تسلم الايد اللي ربت، بجد حاجه تشرف وحاجه جميله. واحنا برضو محضرين لحضراتكم غير الصور كمان للبنتين، زي ما حضراتكم شايفين محضر لكم فيديو برضو. هما دلوقتي الصور دي واخدينها مع المدرب بتاعهم هشام العطار، اللي هو فعلا قدر في وقت قياسي ان يعمل اكاديمية خاصة بيه، والحقيقة هو يعني حد مشرف جدا جدا للشباب المصري. شاب صغير ولكن قدر ان هو ينجح في المجال بتاعه. احنا معانا الفيديو يا جماعة، جاهز؟ اوكي.
لحد ما يجهز الفيديو زي ما قلت لحضراتكم. طيب هنطلع ونشوف الفيديو مع حضراتكم للبنتين وهم بيلعبوا، تقرير عنهم وانا بتكلم معاهم، ونرجع لحضراتكم تاني. خليكم معايا. واللي بيستضيف النهارده كوكبه كبيره من النجوم، واللي هنبدا النهارده الاحتفاليه باتنين نجوم صغننين قوي وجمال قوي، شهد وبسمه، وهم لاعبات جمباز. نبدا بيهم الاحتفاليه النهارده قبل ما نبدا مع المطربين الحلوين بتوعنا النهارده واللي هيكونوا مشرفينا. دلوقتي انا هعرف بحضراتكم بشمس. اهلا بيكي، اسمك شمس، تلعبي ايه؟ جمباز وكونغفو وملاكمة. كل ده؟ قولي لي بقى انت شاطره في ايه فيهم؟ كومبوز في كومبوز وكونغ فو والملاكمة. حصلتي على بطولة في أي حاجة فيهم؟ قوليلي بقى، احكيلي كده، قولي. بطولة مع حفظة وملاكمة وكومبوز. يعني انتي خدتي بطولة المحافظة؟ يعني عايزة أقول لحضراتكم إن شهد يعني هتبقى بطلة كبيرة إن شاء الله قريب، فعلا ثابتة نجاح وهي لسه صغيرة في سنها صغير. وبسمة أختها، أهلا بيكي يا بسمة. نصيب بجد. أنا اسمي بسمة عبد الناصر، أنا دخلت بلعب جمباز وملاكمة وكونغ فو. أنا دخلت بطولة محافظة في الكونغ فو والملاكمة، ودخلت بطولات ودية في الجمباز. لعبك لثلاث ألعاب ده ما بيأثرش عليكي في الدراسة؟ يعني قادرة تعملي توازن ما بين الثلاث لعبات وما بين الدراسة في نفس الوقت يا بس؟ والله برافو عليك. يعني هنوجه دعوة بقى لكل الأولاد اللي قاعدين في البيوت إن هم يبدأوا يمثلوا الأندية ويلعبوا، يعني هي ما بتأثرش على الدراسة ولا حاجة. ودلوقتي أنا معايا الكابتن بتاعهم، أهلا بيك. كابتن الشمال عطار. من المنوفية؟ إن شاء الله. انا بشكر حضورك وحضور البنات، وطبعا معاهم مامتهم، بجد عامله شغل مع البنات جامد. بس عايز اعرف بقى منك، عرفني الاول بنفسك واعرف نفسك بالجمهور، وازاي بدات وليه لعبه الجمباز بالذات اللي انت حبيت ان انت تدرب فيها. اسمي كابتن هشام العطار من المنوفيه. ان شاء الله انا بدات ان انا ادرب جمباز كان كهوايه وكنت حبيبها، وكنت مدرب برضو ملاكمه وكنت بلعب جامد جدا وحصلت على بطولات كتير، وحابب ان انا اطلع ابطال وان شاء الله ده هدفي، وحابب ان انا اوصل ناس العالميه وان شاء الله بالابطال بتوعي. وعندي ناس كتير بسم الله ما شاء الله، حوالي 65 لاعب بطل محافظه في الملاكمه، وبضرب جمباز وبضرب برضو كيك بوكس، وحابب ان شاء الله نوصل اوصل ناس العالميه باذن الله. انا في قريه بس الحمد لله قدرت اوصل لمراحل كبيره جدا، وحابب باذن الله ان انا اوصل ناس لمستوى عالي جدا. كابتن هشام، ازاي بتقدر تعرف اللعيبه الموهوبه فعلا واللي عندها قدرات من اللاعب اللي هو لسه شويه عليه؟ والله هي اللاعب بيجي، يعني مثلا تلاقي لاعب جاي موهوب وفي لعيبه لازم تشتغل عليها عشان تعمل منها كبطل. لازم في لعيبه بتبقى جايه لسه ما يفقدوش اي حاجه عن اي حاجه، يعني مثلا لاعب جاي ما صفر ما يفهمش حاجه، في لاعب يبقى جاي عنده قدرات احنا بنقدر نفهم الحته دي منه من تمرينه وشده اللياقه بتاعته طبعا، وبنبدا نفهم اللاعب اللي قدامنا ده كان واثق من نفسه، وبنبدا نديله ثقه. لو اللاعب ما فيهوش ثقه، ما عندوش جاي ما عندوش ثقه، بيبقى في لعيبه جايه ما عندهاش ثقه، احنا بنبدا ان احنا نديله حته الثقه ديت اثناء التمرين. انا عايزاك تديني انطباع كده عن بسمه وعن شهد بما انك المدرب بتاعهم، يعني عايزه اعرف هما يعني لحد دلوقتي وصلوا لفين وموهبتهم ايه، وعرفني كده. والله انا اول ما شهد جات لي كانت عندها حوالي 4 سنين ونص، كانت لسه بنوته صغيره جدا، كيوت كيوت جدا بسم الله ما شاء الله عليها. بدانا ان احنا اشتغل عليها كاخت قبل ما اكون انا الكابتن بتاعها وهي التلميذه عندي، حبيت ان انا ان شاء الله ان انا اطور منها هدف قدامي عاوز اوصل بيها ان شاء الله العالميه. كانت لسه جديده، يعني لسه بنوته صغيره ما تفهمش اي حاجه، كانت بتعيط جدا ولما تيجي تشد عليها في تمرين تحمل عليها في اليوكا،
لما هي حست نفسها ان هي عايزه تبقى حاجه حب الكابتن ليا، وحسيت ان انا يعني ايه ان هي بتحبني جدا وحابب ان انا اشوفها تبقى بطله عالم باذن الله. وبسمه جات لي برده كذلك، كانت لسه برده بتلعب، كانت جايه وعندها موهبه جدا، بس هي احنا قدرنا ان احنا نطور منها الموهبه ديت في الجمباز، انما كانت في الجو في كانت عصبيه جدا، وكانت ما شاء الله عليها في الجمباز بتلعب كويس. لما انا شدتها في الملاكمه كانت بتخاف جدا ان هي تلعب وان هي بتواجه اي حد، بدانا ان احنا نشدها ان انا اكسر منها حته الخوف والثقه، كانت واثقه من نفسها جدا، حبيت ان انا اخليها واثقه من نفسها كبنت انها تبقى في وسط شباب بتتمرن في وسط شباب معاها برضو بنات بنوتات برضو معاها، بس هي حسيت ان هي يعني عايزه تبقى بطله وانا بساعدها في حاجه زي دي. ايه الحاجه اللي ممكن يعملها اللاعب يعني تدمر مستقبله الرياضي يعني خصوصا في لعبه الجمباز؟ لا هو الجمباز عامه رياضه حلوه جدا وجميله كمرون الجسم كاعصاب كثقه، يعني اللاعب لو حابب ان هو عايز يبقى حاجه بيبقى يعني بيحاول ان هو يوصل اللي هو عايزه، يحافظ على نفسه يعني نفسه دايما في التمرين في الاكل طبعا، في لازم يحافظ على نفسه في الغذاء طبعا، لازم اللاعب يكون واثق من نفسه في اللعبه عشان الثقه دي اهم شيء. لو اللاعب بيعمل حركه مثلا باك رول للورا مثلا وما عندوش ثقه بنفسه هينزل يتكسر كده دمر نفسه. طموحاتك لبسمه وشغل ان شاء الله ابطال عالم. واثق في كده؟ واثق في كده، احنا كمان شايفين كده. قولي لي يا بسمه، انت يومك ازاي؟ بتقضيه ازاي؟ بتعيشي ازاي يومك؟ بتاكلي ايه؟ يعني عرفي كده برضو الجمهور وعرفي الاطفال اللي زيك برضو علشان تبقي قدوه حسنه لهم. الاول بفطر عادي، بس بفطر اكل يعني اكل صحي. في اكلات معينه بتاكلي؟ عيش كتير، رز ومكرونه كتير، ولا بتاكلي بمقدار معين؟ لا اي حاجه يعني، بتاكلي كل الاكل؟ طب شطوره يعني، ما فيش حاجات معينه بتبقى ممنوعه منها يا كابتن؟ لا لا لا، احنا الحمد لله الابطال جسمهم صحي، والحمد لله ان احنا بنقدر نوصل الحته ديت لاي حد، ان البنوته بتاكل اي اكل ان هي عايزه توصل لحاجه، ده الهدف اللي هي عايزه توصله. مثلا بتفطر الصبح فطار غذائي، في الغداء كذلك، وفي العشاء بيبقى خفيف، والتمرين بيبقى التمرين بتاعها مثلا بين دفولة، لو بدل ساعة احنا بنديها ساعة ونص ساعتين على البنوتة، هو ده بيبقى تقيل عليها شوية، بس احنا بنحاول ان احنا نتك عليها عشان توصل للعالمية بإذن الله. هو كمان يعني حتى لو اكلوا زيادة شوية ولا حاجة برضو هم بيحرقوا، يعني الرياضي دايما بياكل كتير فبيلعب كتير فبيحرق يعني. قولي لي بقى، انت عايزة تبقي ايه لما تكبري؟ بصي كده للجمهور. بطلة عالم. تبقي بطلة عالم مرة واحدة؟ طب اديني وعد ان انت هتبقي بطلة عالم كده وتشرفي مصر. وعديني، قولي لي وعد. وعد. الشاهد وعدتني انها هتبقى بطلة عالم وهتشرف مصر وهتشرف البلد كلها. ناوية تبقي لما تبقى بطلة عالم. طيب انت بتلعبي ثلاث العاب، اللعب ده الثلاث العاب او لعبتين او اكثر ما بيأثرش على صحتهم البدنية؟ لا لا لا، بيديهم ثقة وبيديهم صحة، يعني بيخلي اللاعب فيه مرونة جامدة، وفي بيخلي جسمه ينشف جدا من التمرين، بيخليه عنده ثقة بزيادة. التمرين عمره ما كان سبب أي حاجة في الدراسة، يعني مثلا اللاعب بيقول لك، في ناس تيجي تقول لك يا كابتن أنا ابني التمرين بيأثر عليه في الدراسة، لا. من الناحية الجسمانية ومن ناحية صحتهم يعني ما بيأثرش عليهم؟ لا 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 لا، مش علاقة يعني. تمام، تحب تقول حاجة قبل ما نختم؟ لا، ربنا يرحمك. أشكرك يا كابتن، أشكرك يا بسمة، وأشكرك يا شاب. ميرسي أعزائي المشاهدين، عودة للاستديوهات. ورجعنا لحضراتكم تاني، مرحب بكم من جديد في برنامج بيت حور، ودلوقتي انا معايا المنشد الديني مداح الرسول محمد احمد. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله تمام، كل تمام. سنه وحضرتك طيب، وانت طيب والمشاهدين بخير يا رب ان شاء الله. انت من المنشدين القليلين جدا اللي عملت طفره كبيره في وقت قياسي وانت لسه صغير، تمام؟ قول لي ليه مهنه الانشاد اللي انت حبيت ان انت تكمل فيها؟ ليه ما طلعتش مثلا قارئ رغم ان انت صوتك ما شاء الله هايل جدا؟ لان اللهم صل على حضره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، حبيت المدح لانه حب وعشق.
يعني انت حبيت امدح في حضرة سيدنا النبي لان القران انا مش قد. يعني انت امتهنت المهنه دي لان انت بتحبها حب يعني. ايوه حب وعشق. تمام. طيب النهارده بقى هتسمعنا ايه كده؟ نبدا يلا على طول في حب آل رسول الله. هتسمعنا ايه يا محمد؟ يا لطه يلا بينا. يلا. يا آل طه عليكم حملتي حسبت، يا آل محمد عليكم حملتي حسبت، إن الضعيف على الأجواد محمول، إن الضعيف على الأجواد محمول، وجئتكم بانكسار نحو حيكم، أرجو القبول فقولوا أنت مقبول. يا آل محمد عليكم قصتي ذكرت، إن الضعيف على الأجواد محمول، جئتكم بانكسار نحو حيكم، أرجو القبول فقولوا أنت مقبول. آه بكم في المجد قد وضح السبيل، نعم وفيكم يحتام الجار النزيل، أمد إليكم كففت قاري، ودمع العين دمع العين منهمل يسيل، إني أتيت لا جاه ولا مال، إني نزلت لا عم ولا خال، لآل البيت عز لا يزول، نعم وشرفا لا تحيط به العقول، أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المشرفة البتول، كفاكم يا بني الزهراء شرفا إذا ما قيل جدكم الرسول. الله عليك يا محمد، خامة الصوت ما شاء الله مليانة حاجة جميلة جدا جدا ومشرفة جدا ما شاء الله عليك. محمد كان في موقف كده مع سيدة زينب مع جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف شهير تفتكره يا محمد تقول لنا تكلمنا عنه؟ السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها عقيلة بني هاشم، كان يوم من الأيام دخلت على جدة حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. رأت شايل الإمام الحسن على اليمين والإمام الحسين على اليسار. فقالت له أين مكان يا جدي؟ فنظر لها وسكت. قالت أين مكان يا جدي؟ فسكت. ثالث مرة قالت أين مكان يا جدي؟ وكانت تبكي بكاء شديدا. فخلع العمامة الشريفة وقال لها وانت على رأسي يا زينب. طب بمناسبة بقى واحنا بنتكلم على السيدة زينب بقى تسمعنا حاجة بقى للسيدة زينب، ايه رأيك؟ مدد ست سيدة يلا بينا. عطشا والمية في يدك، اسجني من بحر جدك، عطشا والمية في يدك، اسجني من بحر جدك،
يا مشيرة والله بحبك نظرة لي يا ستنا نظرة لي يا أمنا أنا جيت عندك بصراحة حسيت بكل راحة أتريك يا ماما رواحة نظرة لي يا أمنا نظرة لي يا ستنا اسمك نزل من السما جدك عطاك المحكمة اسمك نزل من السما جدك عطاك المحكمة ما تحن علينا حني يا حنونة يا أمنا يا حنونة يا أمنا عروسة ما بين عروسين زينب حسن وحسين وشورى ودواوين هذا فضل ربنا هذا فضل ربنا. الله الله عليك يا محمد. قول لي يا محمد مين أشهر المنشدين اللي موجودين في الوقت الحالي؟ فضيلة عم الشيخ ياسين التهامة ربنا يديله الصحة والعافية يا رب وعم الشيخ عليوة وعم الشيخ عيون أبو عامر. طبعا الناس كتير ما تعرفش ان في نقابة موجودة فعلا في مصر للمنشدين الدينيين وبقى في مدارس دلوقتي للإنشاد وبقت حاجة جميلة وبقى في إقبال كبير عليهم. تقدر تقول لي أهم الكتب اللي موجودة في الوقت الحالي يا محمد عن المنشدين؟ بالنسبة للكتب اللي يمدح فيها المنشدين في بعض كتب من سيد عمر بن الفارط من سيد محمد مضب العزايم من سيد الحلاج من الإمام علي كرم الله وجهه. تمام. طيب احنا هنرجع بقى للشيف محمود غنيم النهارده عشان نشوف هو كمل ايه وعمل لنا ايه. كملت ايه يا محمود؟ قول لنا انت بتعمل ايه دلوقتي. انا بعمل رز كبسه. اوكي كبسه. انت دلوقتي في الكبسه. طيب عملت ايه خلصت ايه دلوقتي؟ وحاليا الرز خلص. طيب انت خلصت الرز وشغالين في الكبسه. تمام. بنرجع تاني لمحمد والانشاد الديني الانشاد الديني هل في دلوقتي زي ما انا قلت للمشاهدين ان بقى في اقبال على الانشاد الديني. رايك انت الانشاد الديني زمان كان زي دلوقتي ولا في بعض الاختلافات يا محمد؟ ايوه طبعا في بقى أركة. ايه وجه الاختلاف؟ بقى اركى واجمل انشاد. واتمنى ان الكل يمدح في حضره سيدنا النبي لان فرق. حب سيدنا النبي ومدح سيدنا النبي شفاء ودواء للقلوب. تمام. انا بشكرك جدا جدا وانت يا محمد عايز لك حلقات وحلقات مش هتنفع حلقه واحده. بشكرك جدا وبشكر الشيف محمود وفعلا الحلقه كانت صغيره جدا وان شاء الله تكون معانا تاني. بشكركم اعزائي المشاهدين وحبيت انها تكون اول حلقه من 2020 تكون حلقه خفيفه على حضراتكم. رب نكون كنا خفاف ولذيذ على حضراتكم واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله في بيت حور. اهلا بكم.